قامت مؤسسة الهلال الاحمر المصري بجهود غير مسبوقة على مدار سنوات، لا سيما في الفترة الأخيرة التي امتلأت بالأزمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. نظمت المؤسسة احتفالية تقدير لجهود المتطوعين الذين قدموا خدمة جليلة للإنسانية على المستوى المحلي والإقليمي، كما كرمت عددا منهم نظير جهودهم المميزة. احتفالا باليوم العالمي للتطوع أقيمت احتفالية كبرى بحضور قيادة الهلال الأحمر وأكثر من ألف من المتطوعين في أنشطة وبرامج الهلال الأحمر المصري بكافة فروع الجمهورية وذلك تقديرا لجهود المتطوعين خلال الأزمات الأخيرة طوال العام الحالي السنة دي طبعا في جهود كبيرة قام بها متطوعين الهلال الأحمر المصري على مدار الساعات الاستجابة لزلزال سوريا الاستجابه لزلزال تركيا الاستجابه للكوارث التي حدثت في ليبيا الاستجابه ايضا ل الاحداث الجاريه في السودان من خلال مجموعه كبيره من المتطوعين اللي بتعمل على حدود مصر سواء كان في السودان او سواء كان اخيرا للاستجابه للاحداث اللي بتحدث في قطاع غزه. خلال الاحتفاليه تم القاء الضوء على عمل المتطوعين واثر هذا العمل على المجتمع، الى جانب توجيه الشكر لمتطوعي الهلال الاحمر على جهودهم خلال هذا العام، كما تم تكريم المتطوعين الاكثر نشاطا على مستوى الجمهوريه. اشتركت في الهلال الاحمر المصري كان عن طريق اللي هم كانوا عاملين حملات توعيه عندنا في المحافظه فعرفت اللي هو بيدعم طبعا الشغل التطوعي وبينمي من الشباب والقدرات بتاعتهم وبيحبب الشباب في المجتمع وطبعا حاجه حلوه اللي احنا نشارك فيها عشان نفيد فيها المجتمع بتاعنا المجتمع المصري الهلال ضاف لحيات كتير جدا من تدريبات من تغييرات طبعا انا سعيد جدا جدا ان انا متكرم هنا طبعا اشتغلت من في المساعدات مساعدات ازمه السودان واشتغلنا طبعا هناك وحاليا اشتغلنا مع بالرفح في كذا مكان أنا شاركت مع الهلال في ثلاث ازمات الكبرى اللي حصلت في الفتره الاخيره كان اولهم احداث اعصار ليبيا اللي هو كان في مدينه دارنا تاريهم كان ازمه السودان شاركت على معبر ارقين وكمان اخرهم هي ازمه غزه وما يحدث فيها الان انا فخوره جدا ان انا متطوعه وكمان بحب الهلال الاحمر المصري جدا وكمان كل المهام اللي هو بيعملها وكل حاجة بيعملها بتكون صالحة جداً سواء للمتطوعين أو للمجتمع اللي هو بيتقدم له الخدمه دي اليوم العالمي للتطوع هو يوم حددته الامم المتحده بهدف شكر المتطوعين على مجهوداتهم اضافه الى رفع مستوى الوعي لدى الشعوب باهميه العمل التطوعي على المستوى المحلي والدولي جرمين ابراهيم التلفزيون المصري